طيب هناخد بقى الكونترا انديكيشن لاستخدام الجاستريك لافاج. امتى ما ينفعش ان انا استخدم الجاستريك لافاج؟ برضو زي الامسس في حالة الكوروزيف والشارب اوبجكت، وفي حالة البلز الحبوب اللي هي بتكون لارجر زين لافاج ليومن، اللي هي اكبر حجمها اكبر من اليومن بتاع التيوب، فمش هتيجي اساسا فيها. فده كده عندنا تاني حاجة او تاني طريقة للدي كونتامينيشن بتاعة الجي اي تي. اول حاجة قلنا الامسس وبعدين الجاستريك لافاج. هناخد بعد كده بقى الاكتيفيتد شاركول، وده الاهم يعني فيهم، او ده اللي بيستعمل اكتر فيهم يعني. بالنسبة للاكتيفيتد شاركول، الاكتيفيتد شاركول ده عبارة عن انارت ماتيريال، مادة خاملة ما بتمتصش، هتدخل الجسم عندي بس مش هتمتص، دي جاية عن طريق كونسامشن اوف الاورجانيك ماتيريال. الشاركول ده اللي هو الفحم. طب ايه هو الاكشن بتاعه؟ الاكشن بتاعه بيشفط الادوية على سطحه، بيعمل irreversible absorption لبعض البويزنز. زي ايه مثلا؟ ايه الادوية اللي ممكن يجيب نتيجة معاها يعني او البويزنز؟ الفينوباربيتون والسلسليت، الديجيتاليز والدابسون، كاربامازيبين والسايوفيلين، والانتي مالاريال دراج. ماشي، فاحنا ممكن نحفظها 2 دي، ديجيتاليز والدابسون، كاربامازيبين والسايوفيلين، زائد اي بي سي، انتي مالاريال، فينوباربيتون والسلسليت، او اي حد يحفظها باي طريقه يعني. المهم ان احنا لازم يتحفظ صم يعني. بس في بعض الادويه، بعض السبستانس بورلي ادزورب للشاركول، الشاركول ما بيقدرش يعمل معاها نتيجه. زي ايه مثلا؟ الحاجات دي كلها لازم تحفظ بالصم يعني، تحفظ كامله وصم. الحاجات اللي بورلي ادزورب للشاركول، الالكحول، المينرالز والميتالز، هيدروكربون والكوروزيف، البيستيسايد والسولفنت. الالكحول لوحدها، الميتالز والمينرالز، ميتالز زي الايرن، مينرالز زي الليثيوم والبوتاسيوم، الهيدروكربون والكوروزيف، الكوروزيف سواء الاسيد او الالكالي. وفي الحالة دي الحاجات دي اساسا بورلي بايند للشاركول، وكمان هيخلي الاندسكوبيك ديفيكالت لانه الدنيا هتبقى ضلمة خالص والمنظار مش هقدر اشوف بيه حاجة. ماشي، وبعدين بعد كده عندنا البيستيسايد والسولفنت. خلاص، يبقى انا كده عرفت الحاجات اللي هي ادزورب للشاركول، اللي هما الحاجات الفينوباربيتون والسلسليت والديجيتاليز والكلام ده والدابسون، والحاجات اللي بورلي ادزورب للشاركول، والحاجات دي لازم تحفظ صم اللي خدناهم، مينرالز وميتالز، هيدروكربون والكوروزيف، بيستيسايد والسولفنت. طيب لما انا اجي استخدم الشاركول، البيست ريشيو علشان يشتغل صح وكده، فلازم تكون النسبة بين الشاركول للتوكسن لازم تكون 10 إلى 1 على الاقل يعني. دي البيست ريشيو علشان يشتغل، لازم تكون 10 إلى 1 او اكتر كمان من كده. ده كده اول حاجة اللي هي الاكشن بتاعه. طيب عايزين نعرف تاني حاجة اللي هي الدوز، ودي مهمة جدا. الدوز بتاعت الشاركول، في عندي سنجل دوز ومالتيبل دوز اكتيفيتد شاركول. سنجل دوز 1 جرام لكل كيلو. الدوز بتاعت الشاركول دي مهمة جدا، السنجل دوز يعني قلنا 1 جرام لكل كيلو. بديه كسلري، ان انا احط بودرة في عصير، بودرة في عصير بنسبة 1:4، الشاركول للمية نسبة 1:4. ماشي، دي السنجل دوز 1 جرام لكل كيلو، بديها في صورة عصير بحيث تكون نسبة الشاركول للمية 1:4. طيب المالتيبل دوز اكتيفيتد شاركول، امتى بستخدم المالتيبل دوز اكتيفيتد شاركول؟ ده بستخدمه علشان اقلل الهاف لايف وازود الكليرنس بتاع بعض الادوية اللي لها انتيروباتيك سيركيوليشن. طب ايه هي الادوية دي؟ هي نفسها الادوية اللي هي ادزوربد للشاركول اللي احنا قلناهم قبل كده، اللي هو الفينوباربيتون والسلسليت، الديجيتاليز والدابسون، دابسون ده بتاع الصرع، كاربامازيبين والسايوفيلين، والزائد الانتي مالاريال، الحاجات اللي احنا قلناهم قبل كده. ماشي، طيب في ايه عندنا بريكوشن هنا بقى؟ لان انا قلت هستخدمه كمالتيبل دوز، هدي جرعات كتير، فممكن يحصل في عندي ريسك ان هو ممكن يعمل كونستيبيشن، فاديله فعندي كاساريتك زي السوربيتول مثلا، ممكن اديها مع الفيرست دوز من الشاركول علشان يمنع حدوث الكونستيبيشن، وطبعا بديها مره واحده علشان ما ادخلش في دايريا. ده كده البريكوشن اللي انا هاخده. طب الدوز بقى او الجرعه بتاعتي،
نص الواحد جرام لكل كيلو كل 4 لـ6 ساعات لمدة 6 جرعات. يبقى الدوز هنا عندي في الشاركول مهمة جدا جدا جدا. في عندي سنجل ومالتيبل دوز. السنجل 1 جرام لكل كيلو في صورة عصير، وقلنا بنسبة كام لكام. المالتيبل دي نص الواحد جرام لكل كيلو كل 4 لـ6 ساعات لمدة 6 جرعات. وعرفت البريكوشن اللي بستخدمه ان انا ادي معاه سوربيتول يعني مثال لكسرتك يعني مع الفيرست دوز بس عشان اتجنب دخولي في الكونستيبيشن. ماشي. طب انا اساسا امتى ادي مالتيبل دوز بدم هو بيعمل كونستيبيشن؟ ليه هدي جرعات كتير؟ عشان اقلل الهاف لايف وازود الكليرنس بتاع بعض الادويه اللي لها انتيروباتيك سيركيوليشن. هياها الادويه اللي هي ادزوربد للشاركول احنا قلناهم قبل كده. ماشي. طب عايزين نعرف الكومبليكيشن الديس ادفانتج بتاعه استخدام الشاركول زي ما قلنا الكونستيبيشن، زائد ان هو ممكن ادزورب الاورال انتي دوت. ممكن هو مش ادزورب التوكسين بس، ممكن يتدخل في عمل الانتي دوت. ادزورب الاورال انتي دوت زي الان اسيتيل سيستين، انتي دوز زي الاسيتيل اسيتيل سيستين ده ممكن ان هو ادزورب للشاركول، فكده بيبطل عمل الاسيتيل سيستين. علشان كده لما انا هاجي ادي الان اسيتيل سيستين لازم احط في بالي ان انا ما استخدمش الشاركول، لان الشاركول هيبوظ شغل الاسيتيل سيستين ان اسيتيل سيستين. ماشي. يبقى احنا كده خدنا اول ثلاث طرق اللي هي الامسز والجاستريك لافاج والاكتيفيتد شاركول. الطريقه الرابعه للجي اي تي دي كونتامينيشن اللي هي كسرتك. بالنسبه لاستخدام الكسرتك، الفكره عندي ان انا عاوزه اقلل التايم كونتاكت اللي هي كونتاكت تايم يعني ما بين البويزن والول اوف الانتستين. عايزه اسرع من خروج الدواء من القولون. ماشي. فبديله اللي هي كسرتك دي. طيب عندنا انواعها اوزموتيك وايريتانت. اوزموتيك كسرتك وايريتانت. الاوزموتيك دي كده بتزود الاوزموتيك بريشر جوه اليومن، بتقف في الجدار وتسحب الميه من اليومن زي المغنيسيوم سلفيت مثلا سوربيتول وكلام من ده. طب الايريتانت يعني الاوزموتيك بتزود الاوزموتيك بريشر، الايريتانت بتزود الموتيليتي بتاعه الانتستين زي كاستر اويل مثلا. ماشي. فكده انا بسرع من خروج الكونتنت بتاعه الانتستين، فبقلل الكونتاكت تايم ما بين البويزن وجدار الانتستين. اوكي. طيب ماشي. الكونترا انديكيشن بقى امتى يعني موانع استخدام الكسرتك، امتى ما نقدرش نستخدمها وكده؟ الدكتور كان جمعها لنا في كلمه جاروف. الجاروف جي في حاله الجي اي تي هيموريدج، في حاله الريسنت باول سيرجري، الرينال فيلير، اوبستراكشن للانتستين، في حاله الفات سوليبل بويزن. ماشي. قلنا في حاله قلنا جي اي تي هيموريدج، وفي حاله الريسنت باول سيرجري، في حاله الرينال فيلير لان في هنا ريسك، هدخل حته ريسك ان يحصل مغنيسيوم لود، في حاله اوبستراكشن اوف الانتستين او الالياس، في حاله الفات سوليبل بويزن. لان في الحاله دي يعني هبقى زي مثلا جيتك حاله عمتها مثلا، لان مثلا الكاستر اويل انا بستخدمه كحاجه كسرتك، فالبويزن ده فات سوليبل بويزن، فكده هزود الابزوربشن بتاعه لما اديله مثلا كاستر اويل ككسرتك، وهو اصلا البويزن اللي واخده فات سوليبل، فكده انا بزود الابزوربشن بتاعه. مثلا امثله الاورجانوفوسفورس سي سي ال 4 وهكذا. طيب السايد افكت لاستخدام الكسرتك، الدي هايدريشن والالكترولايت امبالانس. ممكن الموضوع يزيد قوي لدرجه يدخل لي في دي هايدريشن جفاف، او يحصل طبعا اشهر سايد افكت لكده الكترولايت امبالانس. اخر نقطه عندنا في جي اي تي دي كونتامينيشن حاجه اسمها هول باول اريجيشن. انا عاوزه اكنس كل محتويات الجي اي تي. طيب هعملها ازاي؟ التكنيك بتاعها ان انا بدي للمريض ده، هو بدي له بولي ايثايلين جلايكول انبالانسد الكترولايت سوليوشن، بديله 2 لتر كل ساعه لحد ما الريكتال افيلانت يبقى كلير، لحد ما يعمل دايريا. يعني هفضل ان انا هديله السوليوشن ده اهو، هديله 2 لتر كل ساعه لحد ما يعني يفضي كل محتويات الجي اي تي. هكنس يعني فعلا بنفس المعنى، يعني هكنس كل محتويات الجي اي تي لحد ما في الاخر ما عادش يبقى فيها حاجه، ريكتال افيلانت يبقى كلير، يبقى في الاخر يجيب دايريا وكده.
طبعا لو الانجست الدراج اللي هو واخده ده بيمتص ادزوربيد للشاركل، اديله اكتيفيتد شاركل، اوقف البروسيدور ده هو بعد 8 ل 10 لتر. في الادلت لو نو ريكتال افيلانت ابيرد، لو ما عملش لو ما جابش دايريه بعد 8 ل 10 لتر، لا خلاص هوقف البروسيدور ده. يبقى عرفت التكنيك بتاعي ان انا بديله بولي سايلين ده هو imbalanced electrolyte solution، يعني تركيز الالكترولايت في الفلويد ده هو يكون بيساوي تركيزها في الدم عشان ما تمتصش. بديله بكمية 2 لتر في الساعة لحد ما الريكتورال افيلانت يبقى كلير. يبقى كده انا فعلا كنست كل محتويات الجي اي تي وما عادش فيها حاجة خلاص. طيب الانديكيشن لاستخدام الطريقة دي، الادوية اللي هي بولي ادزورب للشاركل زي الايرن والليثيوم مثلا، او الحاجات اللي هي sustained release او الانتريك كود التابلت، الحاجات اللي هي sustained release اللي هي بتخرج باستمرار يعني، وفي حالة الفورين بادي. طيب ده كده الانديكيشن. طب الكونترا انديكيشن الموانع بقى، لو في obstruction في الانتستين او الالياس، وفي حالة لو المريض عنده كوما او convulsion، وده مانع ريلاتيف ممكن التغلب عليه، لان في الحالة دي لو عنده كوما او convulsion فانا هبقى خايفة ان هو يدخل في مني في يحصل له aspiration وكده، لانه مثلا لان طبعا السوائل اللي انا بديها له دي ممكن احتمال كبير جدا يرجعها. فلو هو ما هوش قادر ان هو يحمي اللي هو فقد اللي هو الاير واي بروتكتيف ريفلكس بتاعه، فممكن يدخل مني في اسبيريشن بسهوله جدا. فممكن ان انا اتغلب على الموضوع ده ان انا احط اندوتراكيال تيوب، يعني ده مانع ريلاتيف يعني. يبقى انا عرفت كده الانديكيشن والكونترا انديكيشن. طب السايد افكت، انا عماله اعبيه ميه فهيحصل له طبعا بلوتينج، انتفاخ، نوزيا وبلوتينج، ريجارجيتيشن، كوي هيرجع الحاجات اللي انا بديها له دي، فممكن يدخل مني في بالمونري اسبيريشن. زائد طبعا ان في بعض الحالات الاكتيفيتد شاركول ممكن ما يكونش افكتيف، ده طبعا الادويه اللي هي نوت ادزوربد للشاركول اللي احنا عرفناها قبل كده. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الهول باول اريجيشن، ان انا بكنس محتويات الجي اي تي كلها، دي اخر طريقه عندي خالص بقى، اخر حل عندي بقى، جبت اخر يام. ماشي، عرفت التكنيك بعمله ازاي، وعرفت بعد كده الانديكيشن دواعي الاستعمال والكونترا انديكيشن امتى ما اقدرش استخدمه والسايد افكت بتاعته. وبكده ابقى كده خلصت اللي هي جي اي تي دي كونتامينيشن، وخلصت نقطه الدي كونتامينيشن ككل. الجي اي تي دي كونتامينيشن اللي هي كانت اهم عنصر فيها، يعني عرفت ان هو عن طريق خمس حاجات، الاميسز والجاستريك لافاج والاكتيفيتد شاركول، وعرفت ان هو جرعاته مهمه جدا، وبعدين الكاثريتك، واخر حل عندي خالص اللي هو الهول باول اريجيشن اللي هي بكنس كل محتويات الجي اي تي.